أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: شرك الطاعة هل يخرج من الملة؟ لا، شرك الطاعة لا يخرج من الملة إلا إذا جعل المطاع في منزلة الله عز وجل. أما إذا أطاعه لرغبة أو لهوى أو لطمع في دنيا فهذا يعتبر من الشرك الأصغر. نعم. فإذا أطاعه وهو يعلم أنه حلل ما حرم الله أو أحل ما حرم الله، أطاعه وهو يعلم هذا فهذا يعتبر أكبر. أما إذا أطاعه وهو لم يعلم هذا فهذا لا يصل إلى الأكبر. نعم.